يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه الآيات جزء من القصة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أحسن القصص، كما قال في بداية السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال في نهاية هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، أي أن قصص الأنبياء التي تضمنها القرآن والتي جاء فيها سيرة الأنبياء والمرسلين فيها عبرة وعظة ومنافع لأصحاب العقول، ما كان حديثا يفترى، أي يختلق من بنات الأفكار ومن نسج أصحاب الخيال، وإنما هي قصص واقعية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، أي هذا القرآن، هو مصدق للكتب التي جاءت قبله، وتفصيل كل شيء من الحلال والحرام ومن الأوامر والنواهي، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب يا أخوانا، هذه القصة العظيمة التي ما كانت من الفرى التي تختلق، لأن يا أخوانا ممكن تكون في قصص كثيرة موجودة، ونحن عندنا هنا في السودان كثير من الناس القصة ممكن تركب فيه عقيدة، يقول لكم: امبارح أبويا الشيخ كان نايم وبعدين حلم إنه في جدادة بتتكلم إنجليزي وقالت أمسكوا في الفكي بتاع الطريقة، أنت ما سمعت الركين آخر حاجة قال شنو؟ فهمت؟ كلها قصص مختلقة ومفترات وليس لها أساس من الصحة ولا يقبلها أصحاب العقول فضلا عن أن ينتفعوا بها، فهمت؟ لكن هذه القصة للنبي الكريم نبي الله يوسف عليه السلام قصة سمحة جدا الإنسان بيستفيد منها. من أعظم المشاهد في هذه القصة والتي يستفاد منها عبر كثيرة أن يوسف عليه السلام لما ضيق عليه في بيت العزيز وكادت امرأة العزيز ليوسف وقد سأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من الفتن دخل السجن، ومن ضمن من دخل معه فتيان، ولا يهمنا ذكر الفتيين لأنه ممكن بعد شيء يجيك واحد صوفي يقول لك: أنا عندي لك أربع أسئلة. السؤال الأول: ما اسم الفتيان اللذان كانا مع يوسف عليه السلام؟ هل لو عرفت اسمهم بتستفيد شنو يعني؟ زول بليد بدل ما يستفيد من القصة داري يسألك أسئلة تعجيزية، يقول لك: ما اسم النملة
التي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. تقدر تطلع لها رقم وطني؟ لو كان فيها أهمية النملة دي، لو كان فيها أهمية كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، لكن دي ما من الأمور المهمة. وكذلك الدواب التي ذكرت اسم ناقة صالح، فهمت؟ واسم الملكين الفي هاروت وماروت وغيرها من الأسماء. بيجيك واحد صوفي لما تغلب الحجة يجي يكون داري غالط واحد من أخواننا من الدعاة شغالين توحيد وهو ما قادر يوقف الشغلة، يقول لك أيوة لابد أجيب له سؤال تعجيزي. سؤال يا مولانا، ما اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ يا أخي أنت لو خليت الدين الربنا نزل جبه والنبي صلى الله عليه وسلم، خليك من الكلب اسمه منو؟ أنت ذاتك بتبقى كلب، فهمت؟ أنت ذاتك بتبقى كلب، لأنه ربنا قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل شنو؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهمت؟ فيبقى أخواننا الإنسان دائما أسأل سؤال تستفيد منه، ما تسأل هذه الأسئلة التعجيزية. والسلف كانوا يكرهون المسائل زي ما قالوا أهل العلم، السلف كانوا بيكرهوا المسائل، فهمت؟ ويكرهون الذين يقولون أرأيت لو كان كذا وكذا، فهمت؟ فابن عمر رضي الله عنه ذكر لذول سألوا، ذكر له سألوا عن مسألة علمية، بيّن له ابن عمر فقال لابن عمر أرأيت لو كان كذا وكذا. السؤال كان بالليل، ابن عمر قال له شايف الكوكب ذاك؟ قال له أي. قال له اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، ما تقعد تسأل ولو حصل ولو ما حصل، فهمت؟ وإنسان يسأل أسئلة لا ينتفع منها، وإنما تسأل الذي ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. العلماء قالوا يوسف عليه السلام في السجن كان بيحسن لأهل السجن ذاته، كان بيخدم ذاك ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيم فيهم الصلاة ويسأل عن أحوالهم ويتفقدهم. ولذلك قال الفتيان لما رأوا هذه العلامات قالوا إنا نراك من المحسنين. وهكذا يا أخواننا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يحسن إلى الخلق وخاصة عوام الناس، فهمت؟ زول تلقاه مخموم، تلقاه بعد مرات شايل النوبة وداق النوبة وبشكلك ساكت شايل له عكاز ما فهم الحاصل، لكن لما يقعد يقول لك والله كلامكم ده صح ونحن كنا بنعادي ساي. ولذلك أخواننا الداعية مطلوب منه حسن الخلق، وحسن الخلق لا يساوي المداهنة والتطبيع زي يوسف الكودة ده بتاع الكندوم ده، الميم ده جاي هوليك قبل شوية، فما يساوي المداهنة في دين الله سبحانه وتعالى. وده بيكون لإنسان ما داعي إلى بدعة أو ضلالة، زول عامي مخموم وبيسمع الكلام الناس وما وضحت له الأدلة، فده أنت بتعامله المعاملة الطيبة وتصبر على أذاه وتبين له الكلام الحق. وده لله الحمد والمنة الدعاة دعاة التوحيد بيخاطبوا به والناس وبيتعاملوا به مع الناس، فهمت؟ لأنه في مجموعة من الشفاتة، في واحدين عاملين فوق السلفيين، واحدين حزبيين، واحدين عطالة مجرمين، بيجي يقول لك الناس دي شديدين، فهمت؟ نحن شديدين مع الداعية، مع البرعي شديدين، مع السماني شديدين، مع التجاني شديدين، مع الماسك السجادة شديدين، أما عوام الناس نحن بنتلطف بهم عشان نوريهم الحق، فهمت الحاصل؟ فقال إنا نراك من المحسنين. فاستغل سيدنا يوسف عليه السلام هذه المكانة والمنزلة التي حباه الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الناس، قاعد معهم في سجن. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، وده يسمى براعة الاستفتاح والاستهلال في الكلام، فهمت؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه
إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. طوالي خشى لهم في التوحيد، قال لهم ذلكما مما علمني ربي. الموضوع ما بيدي أنا ولا بنعمتي أنا، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة من النعم أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وبشكره، وأن يرجع هذه النعمة إلى ربه تبارك وتعالى موليها والمنعم بها والمتفضل بها على هذا العبد. عرفت ماذا يا عم جار؟ ما هنا زول مستهبل ورباطي ساي، يقول لك أنا لو رديت عليك تاني ما بتقوم لك قايمة، وأنا البرفعك والبنزلك، وأنا ماسك الحبل، ونحن بيتنا فاتح وين وداك بيته فاتح وين، وإنتوا جايين وين؟ ده فاهم حاجة أسي؟ ده ما زول زول بليد، فهمت؟ ده زول بليد ساي ما فاهم أي شيء. عشان كده شوف يوسف عليه السلام النعمة طوالي النعمة، لأنه ما بيدعو لنفسه. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. خشى في التوحيد طوالي، وده الداعي النجيط، بدأ بأي موضوع لابد يدخل في التوحيد. كلمت في الصلاة، كلمت في الزكاة، اتكلمت في بر الوالدين، في غيرها من الأمور الشرعية الواجبة أو المستحبة أو غيرها من الأمور، طوالي تجي تبين للناس العقيدة وتناقش هذه العقيدة، خاصة في بلادنا السودان، خاصة في بلدنا دي التي ملئت بالضلالات. كتب هذه لا موجودة، كتاب أزاهير الرياض، عرفتها الصفحة 200، شوف الكلام ده كيف. ها شاكدة قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لا يؤمنون بالله، هل كانوا شيوعيين؟ لكن كانوا بيشركوا بربنا سبحانه وتعالى. شاكدة يوسف عليه السلام قال لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، فهمت؟ شوف الكلام ده كلام زول بيؤمن بالله. الصفحة 200 من كتاب أزاهير الرياض، تأليف عبد المحمود نور الدايم بتاع طابت، وعنده كتب كثيرة، كتاب اسمه الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، وكتاب اسمه البيئة والسماع، وكتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، وغير من الكتب التي يؤصل فيها للكفر والشرك بالله والضلال. فده والكتاب ده اعترف به المدعو الإزيري، ورط الصوفية ومشى أمريكا، اعترف لهم بالكتاب واتخارج فات. كويس، دي خدمة جليلة جدا قدمها هذا الإزيري. قال حدثني من أثق به من الفضلاء. من هنا السند ذاته منقطع، مجهول من هو من أثق به، وإنت باسمك إحنا ما واثقين فوقك لما تقول لي أثق به. قال حدثني الحاج حسن ودبلول، تلميذ العارف بالله سيدي أحمد بن إدريس القاطم بقري، قال سمعت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه يقول طرحت علي صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه، ده السمانية، قالوا نزلت صحيفة من ربنا سبحانه وتعالى على أحمد الطيب البشير، صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى، وده براه كفر، لأنه معنى أحمد الطيب بقى آخر الأنبياء والمرسلين، ولا كيف؟ معناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الرسالة الخاتمة، وده كفر بالله بإجماع المسلمين، فهمت؟ كونه تجي تقول لي ده نزلت عليه صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى، ولا قال جاني ملك، ولا قال رأيت في المنام، قال جاتني صحيفة طوالي، قال مكتوب فيها بقلم القدرة، لأنه لو قلت له وريني الصحيفة بتاعتك ما عنده حاجة وكذاب ساكت، لكن بيقول لك مكتوب فيها بقلم القدرة. قلم القدرة ده حبره كيف؟ الحبر بتاعه كيف؟ فهمت؟ لكن ده يا أخواننا عشان يلبس على المسلمين، قال بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم. وطبعا الآية دي بتخاطب أهل الجنة، الآية دي لأهل الجنة ما للسمانية. سلام قولا من رب الرحيم إلى عبدي أحمد الطيب،
قد غفرنا لك ولوالديك وأهل قرابتك. قال له ربنا غفر لك يا أحمد الطيب ولأهلك وقرابتك، جد ربنا غفر لهم. عشان كده بتلقى الجماعة قاعدين في طابة، واحد تلقاه قاعد 40 سنة، مالك يا زول؟ يقول لك أنا راجل الشيخ لقدام، ونحن تورطنا خلاص، كان ما حلانا الشيخ ده لورطة كبيرة. يا زول لك 40 سنة ما ورط، 40 سنة لو راجل فكده امرقك من حاجة انت ما ورط ساكت. قال فقلت ظني في ربي أكثر من هذا. قال يا الله أهلي وقرابتي دي البساط سمانية كتار جدا، 10,000 ماسكة في راية، و10,000 ساكة كباية، و10,000 باركة لمحاية، كتار جدا ديل. قال له فهمت؟ وزي ما قال البليد ده بتاع المولد اسمه شيخ خليفة مش؟ قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم رأيت سوادا عظيما. يا زول الحديث ده حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه والأمم، انت عرض عليك منه؟ العرض عليك شنو انت؟ قال ثم رأيت سوادا عظيما، فرأيت الصوفية قالوا خاشين الجنة بطاراتهم وبنوباتهم، كتار جدا يعني. فده قال يا ربنا، قال له يا ربنا يا أخي ديل ما بكفوا، كونه يبقوا أهلي وأهل قرابتي بس أرحامي ما بتنفع. قال جاءتني أخرى، جاته ورقة ثانية من ربنا سبحانه وتعالى. والكلام ده شوف، الورقة اللي بتجي من الله دي المشركين طلبوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أحمد الطيب أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لأن مكة كانت عبارة عن صحراء وجبال قاحلة جدا، صعبة مكة، فهمت؟ البيئة بتاعتها صعبة شديد. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة في مكة، الكل صحاري وكل رمال دي، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف قطع ترمي فينا نحن، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. نحن نشوفك من هنا طاير فوق، شوف الخطاب ده سافل كيف من المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقالوا الكتاب ده يكون مكتوب فوقه من ربنا سبحانه وتعالى إنه ربنا حيبعث في الكتاب ده، إنه ربنا حيبعث لكم قصي بن كلاب، وربنا يقوم قصي بن كلاب، وقصي بن كلاب يشهد ما في صحة هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نؤمن بك. المشركين شوف طلبهم ده طلب عجيب كيف. بعد ده ربنا سبحانه وتعالى قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فصحيفة ما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام في مصلحة الإسلام وفي دخول أعداء الدين إلى الإسلام وأن تكون معجزة للناس ولمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجي الصحيفة عشان تكون من خاطر ومن أجل السمانية القاعدين والدراويش القاعدين في السودان، فهمت؟ قال بعد ذلك جاءت واحدة ثانية، قال لأهل قرابتك أجمعين قلت ظني في ربي أكثر. قال فجاءتني ثالثة متضمنة لما في الصحيفتين وزيادة كل من عرف اسمك، أي زول عرف اسم أحمد الطيب البشير السماني ده طوالي بخش الجنة وربنا غفر له وما عنده مشكلة، فهمت؟ وترجم هذا الكلام عبد الرحيم وقي الله البرعي شيخ الزريبة، قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد، وقال ومن يقل هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه. بالله شوفنا نحن وصلنا
لمراحل عجيبة جدا في السودان. شيوخ بتاع الطرق قاعدين وضلال منتشر، والقنوات إلا من رحم الله تنشر لهؤلاء الناس. القنوات دي بتنشر للناس دي ليه؟ وليه الجرائد ذاتها بتنشر لهم؟ جرائد متخصصة وجرائد ما متخصصة، فهمت؟ وينشر للصوفية في الإذاعات وفي القنوات، وكلهم لما يجوا يحاربوا المنهج السلفي ما في واحد فوقهم بيواجه. اكتب فيك مقال، تجي تقدم له مقال عشان ينشره، يقول لك اتفضل يا أستاذ وإن شاء الله بننشره. 7 سنة أنت بتكون نسيت أي حاجة، ما بينشر أي حاجة، فهمت؟ فده أخواننا ده الباطل المنتشر في السودان، ولسه ده كتاب واحد فوقه بلاوي كثيرة جدا، فهمت؟ طيب، قال الفصل 9 في عجائب إرشاداته وغرائب فيوضاته. الكتاب ده كله بيمدح فوقه في أحمد الطيب البشير، فهمت؟ قال بيتكلم عن شيخ اسمه سعيد المسلمي تلميذ أحمد الطيب. قال سمعت سيدي الشيخ قدس سره يقول بأن أبا بكر ولد أبي القاسم الضوابي الجميعابي كان أخذ علينا الطريقة وأقبلناه على الله تعالى. يعني كأنهم واقفين حجاب بين الخلق وبين ربهم تبارك وتعالى. قال فمات قبل أن يفتح عليه. قال الزول ده مات قبل ما يبقى ولي عند الصوفية يعني. قال فما زلت أرقيه في قبره. قال الزول ده مات لسه ما حصل مرتبة كبيرة، فنحن بقينا نرفع في درجته بعد ما مات جوا القبر، بقينا نرفع في درجته. فما زلت أرقيه وهو في قبره. قال حتى قال وقد بلغت والآن من وقت وفاتي قد بلغ 16 عاما. 16 سنة زول ده قاعدين يرفعوا في درجته السمانية. أحمد الطيب قاعد يرفع في درجته عشان الزول ده يبقى ولي كبير من أولياء السمانية. قال وقد أدخلته في هذا العام القطبانية. أخيرا قبله في شركة زين، فهمت؟ كان مقدم 16 سنة مجنبين الورق ورا ولا الحاصل شنو؟ ده كفر بالله، شرك وإلحاد واستهزاء، ربنا داير منك واسطة. قال بعد ما دخلوا القطبانية، والقطبانية دي ذاتها درجة من اختراع الصوفية، درجة كفرية يكون القطب فيها واسطة بين الله وبين خلقه. المهم قال شنو؟ قال فمن زار قبره 7 جمع لم تأكله النار. 7 جمع تزور سعيد المسلمي النار ما بتاكلك، 7 جمع بس تزور المسلمي ده النار ما بتاكلك، فهمت؟ طيب يا اخوان انا مصلي ليه ما امشي ازور قبر المسلمي، ازور القبر بتاعه زي ما قال في القصيدة الثانية؟ قال شفت حجة زرت حجة ورؤياه عيد، فهمت؟ تزور قبر المسلمي 7 مرات النار ما بتاكلك. وفي ناس بيصوم، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اول من تسعر بهم النار 3، حديث ابي هريرة عند مسلم. زول جاهد وزول عالم وزول منفق، ربنا اداه قروش، ربنا بيسألهم يوم القيامة. العالم ربنا بيقول له أنعمت عليك بالعلم وكده، ماذا عملت فيما علمت؟ بيقول له ربنا سبحانه وتعالى علمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك، فيقال له كذبت، ها، فيجر فيسحب إلى النار. والمجاهد بيقول يا ربنا كاتلت فيك، فربنا يقول له كذبت يدخل النار. وبتاع المال بيقول له يا ربنا أنفقت الأموال فيك، فربنا يقول له كذبت ويخش النار، فهمت؟ ده زول يمشي يعمل عمل شركي ويزور قبر الفكي ويطوف بالقبة ويتمسح بالتراب، والمرأة تخط ملابسها الداخلية عند الفكي، ولا ده ما حاصل في السودان؟ المرأة دايرة ولد تجيب ملابسها الداخلية الله يكرمك وتمشي تدعن للقبر تقول والشيخ ميت، فهمت؟ يعني ممكن نقول صعلة قساية ده ولد، صعلة قساية لو هو حي، فهمت؟ لكن هو ميت تجي عليه والشغلة، ولا الشغلة دي بيستعملوها الدراويش ولا الحاصل جنون، احنا ما عارفين. يا ناس ما تلعبوا علينا، نحن شغل بتعليب وضياع للأمة في عقيدتها، فهمت؟
وكلام كثير جدا. هنا في الصفحة 134 من كتاب السمانية بتاع أزاهير الرياض. أزاهير الرياض، فهمت يا حامد بابكر؟ أزاهير الرياض. طيب، قال في كرامات الشيخ أحمد الطيب الفصل السابع، قال في بيان ما أكرمه الله به من فسحة أجل من حضرت لقبض روحه ملائكة القبض عليهم السلام وشبه ذلك. قال لك من كرامات أحمد الطيب إنه ربنا اداه أنواع كثيرة من الكرامات، بيعلم الغيب، بيتصرف في الكون، بيحيي الأموات. كمان من النوع بتاع كراماته، والنوع ده فوقه كرامات كثيرة، من الكرامات دي، من النوع بتاع الكرامات، إنه أحمد الطيب البشير السماني عادي ممكن تجي الملائكة دارة تقبض روح زول وأحمد الطيب يرجع الملائكة. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم شنو؟ حفظ، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهمت؟ ده نمرة واحد. فالملائكة إذا جاءت وربنا سبحانه وتعالى أمر بقبض روح عبد من عباده فإنه لا يرد قضاء الله وقدره. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الملائكة لما تجي أنت ما بتشوفها يا أحمد الطيب والسمانية. ربنا قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فإن قال لك من الكرامات دي، حدثني فلان ابن علان الأغبش قال: مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك. والكتاب ده في المناظرة في سودانية 24 في الغندي. قال لك الكتاب ده كتابنا 100%، ما فيه أي شك. فهمت؟ فبعد ذاك أنت ما تقعد تكورك. أنا بستغرب من الصوفي المالك الكون وبيتصرف في الكون وبرجع الملائكة اللي بتقبض روح العبد، ما رجعته الملائكة اللي قبضت المداح ده اسمه منه؟ المات قبل فترة ده، ها؟ الجيل الصافي ده النشر القصائد الشركية بتاعت البرعي في أغاني، وهو الساكت ضيع نفسه وضيع حياته في باطل ده. وقت 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 نشر القصائد للبرعي وللسمانية ما رجعوا الملائكة ليه؟ وأولاد البرعي بيموتوا كل فترة لما يكونوا ماشيين لزيارة الكريدة، أظن في حفرة هناك موحدة ولا حاجة، غدر ربنا سبحانه وتعالى، وده سبب بينزل في الحفرة العربية بتنقلب. الفاتحة البرعي، فهمت؟ عنده كان عربية أوباما جايبها لواحد من أخواننا شغال في المنطقة، ولد البرعي ذاته خش. طبعا البلد دي كالزول اللي بيعرفها كلها جيزان وكده. المهم في الخريف قام دخلوه في محلة العربية الأوباما دي ما تقيلة، فهمت؟ وما لأنه في المهم كده خلينا نزلت تحت لغاية ما مرق بالفتحة بتاعت السقف، والله جد ده اللي بيحلك. واحد تلقاه معوق في كراعه ولا جو ناس نهبي مسلح ولا حاجة، يقول لك: يا أبويا الشيخ تحلني؟ وأبوك الشيخ مرق بالفتحة بتاعت القزاز اللي عملها له الياباني، تمهون في مخك وذاته مورط، تقعد تباريه فما بحلك. أو يجي يقول لك، يرد الملائكة جاب العربية للخرطوم ما قادر يصلحها، ما يصلح العربية، خليك من الملائكة عليهم السلام، العربية بتاعته خليه يصلحها. وضرباه حمى ملارية، فاتحين له المكيف وراقد تحت ما قادر يقوم فوق، ويقنت اقنت زيت زيتواي، ما بتقدر يا زول. فهمت؟ انت زول مجرم ساخت دار تجي ترجع ملائكة الموت وغيرهم. نرجع للموضوع هنا. قال لما جاءت قال: أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يئس كل الناس من حياتي. قال: فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي. الملائكة ذاته قال جاء يقبض روحي. قال: فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم يقول لهم: أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ قال: فرجعوا عند ذلك. قال: قلت لي أنا ما قلت لكم ما تقبضوا يا أخواننا؟ ده البرع ذاته بيمشي يبرك
لأولاد الزول ده يمشوا بيبرك لهم البرع ذاته ده. قال فرجعوا عند ذلك، الملائكة خافت من أحمد الطيب ورجعوا عند ذلك. يا ناس الغنوات ليه ما تجيبونا برنامج زي ده؟ ليه ما تجيبونا برنامج قراءات في كتاب أزاهير الرياض لشيخكم عبد المحمود نور الدائم، ها، عشان نحن نقدر نتفاهم ونشوف الحاصل شنو، فهمت؟ فما بيقدر يدافع عن الموضوع ده، ما تقدر تدافع. لو جبت الخنجر وجبت الفكية بتاع انه القلب بينزل المطر، ولو جبت الإزيرك، ولو جبت الياغوت، فهمت؟ ولو جبت الركيني القال عنده ولي بينزل مطر بتاعت فول ومطر بتاعت بيض ومطر بتاعت اي حاجه، جيب الاولياء بتاعينك ديل خليه يجيبوا لنا دليل على انه الملائكه بتخاف من احمد الطيب البشير السماني، جيبوا دليل. ما تقعدوا تكركوا ونبز وشتم، وهذا ما اسلوب. هل ده اسلوب؟ ان احنا خلينا ان احنا نبزنا الفكية بتاعينك دعاة الشرك بتاعينك قعدت تكرك، ده بيهرج ملائكة الروح، رأيك فوق شنو؟ ها لو نفترض انه نحن كعبين، نحن شتمناك ساكت ما طردناك، لكن انت طردت الملائكة، الملائكة طردتهم. دي العقائد الصوفية. عشان كده نحن نصيحتنا دائما للناس، يا ناس اخطوا الطرق دي، والله الطرق دي بتورطكم. أي زول عنده طريقة فكها فوت بعيد. أنت الرسول مكفيك تباري النبي صلى الله عليه وسلم تنجو أمام الله سبحانه وتعالى، ودع عنك بنيات الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقدم الشيخ أبو بكر.